لأن إله الآباد رحمته هللويا. الله معكم. من خلقنا؟ من أين أتينا؟ لما هذه المسيرة التي تعترضها الأشواك؟ هل أنا في عالم الغربة؟ إلى أين العودة إن كان هناك من عودة؟ ما هي المقارنة بين مسيرة شعب الله في صحراء مصر وبين مسيرة حياتي؟ أعود هو عنوان حلقة اليوم من برنامج 33 مع الأب بيتر حنا. الله معك أبونا. الله معك جورج. أول شيء بدنا بركتك هيك لنبلش هاي الحلقة بوحي من الروح القدس. أكيد باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أمين. أسئلة كثيرة طرحتها بهالمقدمة وهيدي بتجي عبال كل مؤمن مسيحي وأحيانا مع الملحد حتى، يعني مش ضروري يكون مؤمن. شو تعريف كلمة أعود؟ جورج الـ definitions كتير مهمة إن نعرف القصص، إن نحدد القصص، لأنه أوقات كتير حكينا بيكون شرح بس آخر شيء نترك لهداك إنه يجمع الأفكار. تعال نساعدهم أكتر بكلمة واحدة يفهموا قصة كبيرة. وقت اللي بنقول أعود عم اختصر جزء كبير من حياتي كمؤمن مسيحي. أوقات كتير بيقولوا ما نحن خطأ يا أبونا، في إنسان مش خاطئ؟ لا، لما بقول أنا خطأ أنا خاطئ يعني عم بلغي بقى دور إني أطلع من الخطية، بيقولوا إنه أنا خلص استسلمت هون هون. إنه كيف يسوع قال كونوا كاملين؟ نعم. كما أن أباكم السماوي كامل. ما هو بيعرف إنه إحنا كلنا خطأ، ولو هلأ تبنا رح نرجع نغلط في شيء قديس حتى يعني وصل لمرحلة بطل يغلط. هون بتجي كلمة أعود اللي هي عنوان كل يوم، مش عنوان مرحلة وخلص انتهت ما بتخلص. كلمة أعود هالكلمة الحلوة عم نحكي عن عودي إلى وطن. أعود يعني مش بس فعل، أعود في destination لوين أنا راجع، وهذا المكان اللي راجع له أنا ماني رايح له، أنا عم أرجع له وكأنه أنا من هناك جيت. يعني كلمة واحدة باللاوعي تبعي أنا جيت من محل عم برجع له. مشان هيك قلت لك كلمة أوقات كلمة صغيرة بتفسر كتير قصص. أعود يعني أنا عندي وطن جيت منه، هذا الوطن اسمه الله هونيك، هذا هو حدنا. بيقول أغسطينوس لقد خلقتني لك يا الله ولن يستريح قلبي إلا فيك. شو حلو، شفت كيف؟ شو حلو، أنا هونيك خلقت. ليش الإنسان بيضلوا عم يدور كل حياته وبيجرب هاي وبيجرب هاي؟ تي يشبع التوق اللي جواته اللي الله حطه، شفت كيف؟ للأسف أوقات كتير بناخد طرق معوجة طرق غلط تنشبع التوق تنعبيه تنسكته. ننحرف. ننحرف. نعم. لأنه أوقات منعبيه بطريقة الغلط. أقولك أبونا ربنا بيدوقنا خلال مسيرتنا بالصحراء تبع حياتنا طعم بيت العودة لحتى يكون عنا حافز نجتهد أكتر بجهاد أكبر روحي لنرجع. لأنه إذا أنت مش عارف لوينك رايح ومش شايف ومش ضايق طعمة هالمكان أو حضن الآب، ما بتعرف شو قيمته، ما بيعود عندك هيدا الحافز تجتهد، يعني بتصير هيك مرتخي. لك ولا واحد ما عنده إياه جورج. الإنسان هو خليقة الله بالآخر، قد ما كان مؤثر ببيئة سيئة ولد فيها، قد ما كانت الظروف عم تلعب فيه وعم عنده من نفس الله. أكيد هذا الشيء اللي نحن رسل وسفراء وبالعالم. نعم. نقنع كل إنسان مش بالشيء الجديد، لا، بالشيء اللي هو بيعرفه، ولكن نجربه أو بالأحرى نساعده يفهمه. يعني أنا بس إجي لعند واحد ملحد. نعم. ما بقول له أنت منين إجيت وأنت ما بحكي له القصة كلها، لازم لحاله وقت اللي بيشوفني بيشوف أعمالي بيشوف محبتي لقلو بيشوف غفراني لقلو بيشوف كتير قصص حلوة بيحس بهيدا التوق وكأنه هو هيك بالأساس. دايما نحن نتوق إلى الخير لأننا من الخير أتينا، شفت كيف؟ صحيح. مشان هيك طريقنا إلى الله ما بنسميها ذهاب. نعم. نسميها عودة. طيب هل طريق العودة اللي عم تحكي عنها حضرتك هي أسلوب حياة بدنا نعيشه كل يوم؟ كيف؟ أي أسلوب حياة تبع شو؟ يعني صوم مثل ما عم تحكي أنت، مسامحة مثل ما عم تحكي، محبة، كله
شو هيك شو بتعطيني تصنيف لهيدا الاسلوب الحياة؟ امثله مثلا جورج، بكل شيء بعمله انا هو حتى اوصل لهي النقطه. يعني الصوم اللي نحن هلا عم نعيشه، نعم، الصوم هو شو؟ هو انه انا اخذ هالفتره المحدده بايام معينه حتى مع اخوتي المسيحيين كجماعه، نعم، نختبر طعم الحريه اول شيء من هالدنيا، نعم، عبوديه هالدنيا، من هالدنيا، وتنجرب خلال هالفتره نرجع لعند الله. ليش؟ حلو. طب بس يخلص الصوم نرجع مثل ما كنا؟ لا، تنكفي هيك. شفت كيف؟ وكانه يعني هذا تريننج، وكانه هذا تنشيط، وكانه انت بتقلي انا مثلا بعرف لغه معينه ولكن مع الوقت بنساها، الفترة بحاجه انه ارجع اقعد وارجع اعمل ريفرش لكل معلوماتي. الصم هو انه انا ارجع ركز على حالي، ركز على داخلي. في كلمه كثير حلوه بيقولها الابن الشاطر، او بالاحرى بيقولها الانجيلي عن الابن الشاطر بلحظه التوبه، بيقول فرجع الى نفسه وقال. هي اللحظه، لحظه التوبه. فاذا انا كل يوم مدعو انه ارجع لنفسي وشوف شو القصص اللي عم تكبلني. القصص بجوز هي بجانب منها فيها لذه، فيها كثير، ولكن بقصص ما عم تخليني انبسط لانها عم تاسرني. الفرح مرتبط بالحريه، مشان هيك الفرح ياتي عن مع اي حريه عم تحكي ليفهمونا المشاهدين؟ يعني وقت اللي انا بكون عبد للماده، وقت بكون عبد للزنا، وقت بكون عبد للحسد وللغيره، هيدي النوع من العبوديه، لو كانت بتجيب لي شويه منافع، لو كانت بتجيب لي شويه لذه بمحلات معينه، ولكن عم تأسرني، ولكن عم تربطني، ولكن بيني وبين حالي بعرف انه انا ماني حر، انا عبد لها. شو صعب الانسان بيكون عبد لها. والاساس الحريه الوحيده اللي بتعطيك النوع الفرح الوحيد اللي عن جد بيشبع لك قلبك هي الحريه مع الله، اللي نحن بنسميها العبوديه لله. هون العبوديه بتصير كلمه حلوه. هيدي فسرها مربولوس بطريقه رائعه جدا، بيقول انت اذا كنت عبد للخطيه انت حر بالخطيه، فانت عبد لانك مستعبدتك. نعم. ولكن اذا كنت عبد لابن الله يسوع فانت حر لانه حررك. هيدي هي النوع العبوديه اللي نحن كلنا بنطمح لها، اللي هي الحريه الحقيقيه. نعم. حريه مش انه انا اقدر اعمل شو ما بدي. مين ما بيقدر يعمل شو ما بده؟ مين ما بيقدر يغلط؟ مين ما بيقدر يهدم؟ اقوى مفعول للحريه انك لما بتتحرر من انك تكون عبد للخطيه. ابونا بنص الصوم الارثوذكس والكاثوليك بيعملوا زيح الصليب كانك بالجمعه العظيمه، ليرجعوا هيك يحفزوه للمجاهد بصومه، يرجع يتحمس يكمل لانه بنرتخي. يعني بترجع لنا افكار الشهوات، بترجع لنا افكار العالم اللي بنكون ضبطنا حالنا عليها لحديت نص مرحله الصوم. كيف بيقدر الواحد يرجع يقوى ليكمل هيدي المرحلة بشرط انه مثل ما حكيت حضرتك بس تخلص الصوم ونعيد ما نرجع نرتخي كأنه عملنا دوفوار وبدنا نرجع لحياة الملذات ذاتها؟ عم تلاحظ جورج، انت قلت انه حتى بالصوم ترجع الكنيسة بنص الفترة توعينا، عم تخلق لنا مناسبة جديدة في انتصاف العيد. اسقي نفسي العطشة من مياه التقوى ايها المخلص، لأنك هتفت بالجميع، إن عطش أحد فليأتي إلي ويشرب. هذه هي التروارية من الأولى بالطقس البيزنطي. فأظن ليك شو حلو. ليش؟ لأنه هذا تمرين. نعم. الإنسان بيروح بالضجة بالعجقة اللي حوالي، بيروح مثل أنت بنهر واقف، فكر حالك واقف بس أنت شوي شوي المي عم تدفشك. هلأ لو أنت بعيد عن العالم ما في ضجة حواليك، الفيسبوك بإيدك كل نهار وكل العالم الليل، ما أنه صار عالم أكثر، صار قريب كثير منك، صار بقلبك وحدك وبعيونك وبفكرك، هذا الشيء كثير بحذر منك وبعدد كبير كثير، يعني رح يلهينا كثير بالصوم. هذا الشيء بركز عليه البابا فرانسيس كثير. رح نسمع ترتيلة ونرجع نتابع حديثنا. أوكي جورج. سبحوا الله في قديسين، سبحوه في جلد قوتي. يا رب القوات كن معنا، فليس لنا في الضيقات معين سواك. يا رب القوات ارحمنا.
سبحوه بالدف ونشيد الطرب، سبحوه بالأوتار والورغون. يا رب القوات كن معنا، فليس لنا في الضيقات معين سواك. يا رب القوات ارحمنا. سبحوه بصنوج رنانة، سبحوه بصنوج التهليل، كلنا سامى فلتسبح الرب. إن الله معنا، فاعلموا أيها الأمم والمزيم، لأن الله معنا. اسمعوا إلى أقصى الأرض، لأن الله معنا. لا نخاف خوفكم ولا نضطرب، لأن الله معنا. وإنما نقدس الرب إلهنا ونخافه، لأن الله معنا. نحن السالكين في بقعة الموت وظلاله، يشرق علينا الله معنا. لأنه قد ولد لنا ولد وأعطي لنا ابن، لأن الله معنا. صارت رئاسته على كتفي، لأن الله معنا. ولا حد لسلامه، الله معنا. شباب يسألوا مين خلقني، يعني يبحثوا بالعلم، بيطلعوا باستنتاجات ونظريات غير مؤكدة دايما، أوقات بيعيشوا فيها بينبسطوا انه وصلوا لمعلومة منيح. يعني هذاك اليوم كنت بحديث مع شاب هيك، الله نعم عليه ماديا، منه حاسس بحاجة انه يصلي او يروح على الكنيسة، وبيقول الدين انخلق لحتى يضبط العالم من خطاياه، وهيدي بنسمعها كتير بين تلاميذ الجامعة هيك اللي بيدرسوا فلسفة. فهي الاسئلة تخطر على بالنا دوما، ليثبتوا انه ما في الله. ليه؟ هل لانه الله بده بحياتي يخليني عامل لحالي مثلا كنترول على اخطائي، وانا ما بدي اعمل هذا الكنترول، بدي اعيش كتير ملذاتي على الاخر؟ لأنه ما بيعرفوه، لأنه ما بيعرفوه، لأنه ما اختبروا حضور الله بحياته. نعم، هذا الإله اللي ما بيحط حدود، بالعكس هو ليش بيخافوا؟ هو بيكسر الحدود، ولكن هنن بيحطوا حدود. نعم، الإنسان هو بيحط حدود، بيحط حدود لمحبته، بيحط حدود لرحمته. الله جاي تكسر كل هول الحدود. يعني هن عندهم قبول سريع، يأمنوا بالطاقة الكونية وال بوزيتيف انرجي ونيجاتيف انرجي، وما بعرف شو بيحكوا لي بهالقصص، يعني اسرع بكثير يقتنعوا فيها من انه يقتنعوا انه في الله بحياتهم. لانه اسهل عليهم جورج، اسهل عليهم يامنوا بشيء بيقدروا يلبسوه. بس هذا كمان شيء مش ملموس وغير مرئي، ولكن شو بيعمل لهم هذا الشيء؟ شو بيعمل لهم؟ يعني العلم هو اكيد احنا مع العلم بنمشي، يعني نحن مش ضد العلم، ولكن اذا جابوا نظريه عن الخلق، دايما بنسميها نظرية لأنه ولا شيء مثبت. صح. أوكي، إذا جابوا هالنظرية، طب شو عم تفيدني أخلاقياً؟ شو عم تفيدني؟ نعم. حتى منا مثبت علمياً، وأنا بقول لهم علمياً ما في شيء مثبت إنه الله هو اللي خلق العالم حتى إنه الله موجود. أوكي؟ وهون دوركم. إنك أنت تعمل شيء. إنك أنت تبذل الجهد. إنك أنت تساعده حتى يلاقيك. نعم. شفت كيف؟ وإلا شو قيمة الإيمان إذا كان كل شيء واضح؟ بعدين ما بننسى انه الله اللي نحن بنحكي عنه لا يخضع للتجربة، لا هلا ولا بعدين. وقت بدنا نجي نقنع الناس انه الله موجود، بدنا نقنعهم انه الله موجود بحياتنا، بلساننا، بعيوننا، باعمالنا، مش موجود بالفضاء. الله ما بده هذا النوع من الوجود. مشان هيك قال احبوا بعضكم بعض، بهذا يعرف الناس انكم تلاميذي.
أوكي؟ من يحبني يحفظ وصاياي، وأبي يحبه وإليه نأتي وعنده نجعل مقامنا. الله يطمح أنه يكون موجود بقلبي بحياتي. نعم. مش موجود بالهوى. في ناس بيروحوا على فكرة التقمص، يعني بيقولوا في حيوات كتيرة وأنا بقدر أعيش هلأ قد ما بدي، ما في حدا يحسبني. نحن ما منحب الله لأنه خايفين من الحساب، يعني أصلاً هني بيفكروا هيك. بس المؤمن الحقيقي اكتشف أنه لا، نحن منحب الله مغرومين فيه لأنه اختبرناه بحياتنا، عرفنا قديش غير بحياتي وقدي شالني من الموت. شو بتقول لهول الشباب؟ جربوا كل شيء، جربوا كل شيء. أوستينوس جرب كل شيء، بالآخر وصل للإيمان. نعم. الإيمان بالكنيسة، وصل ليصير ملفان الكنيسة الكاثوليكية. جربوا كل شيء، ما تستحوا. حتى الكنيسة ما بتقلكن ما تجربوا، ولكن مثل ما عم تجربوا كل شيء جربوا كمان، أنه تآمنوا أنه الله حاضر، الله هو بيكون، واعطوه مجال أنه هو يشتغل بحياتكم. ودائما الله مش أنه في الله وموجود وهو خلقنا، مش هذه القصة اللي نحن عم نجرب نخبر للعالم. اللي جاء خبرنا هي يسوع، أنه الله بي، أنه الله حب. اللي جاء يفرجينا هي يسوع قديش واسع الحب. كمان هيك تعوا شوفوا الحياة قديش جميلة بهالكمية من الحب. قديش الحب ممكن يكون واسع، ممكن يكسر الحدود، ممكن يغير حياتنا. وتعوا أنا وياكم نحكي، العالم اللي هلأ تقدم كتير، مزبوط؟ شو قدر حللنا من مشاكل مثلا لبنان؟ شو عم نقدر نحل من مشاكل؟ صار في كهرباء على المي، وكهرباء على الهواء، وكهرباء 100,000 نوع طاقة، ولهلأ عم نعاني من الكهرباء. صار في 1,000 نوع لاستخراج المياه ولتكريرها، عم نعاني من نقص المياه. العالم شو عم يعملنا؟ القصة بالأساس هي قصة إنسان عم يعاني من نقص إنسانيته. حلو كتير عم تحكي، إنسان عم بيعاني من نقص إنسانيته، مع هيدي الجملة إذا بدنا نقول فيها فلسفة عميقة وفيها روحانية كبيرة. خلينا توقف بهالجزء الأول من حلقة أعود لحتى نتابع بالجزء الثاني نقاشنا. الله معكم. لأن إلى الآباد رحمته عليلون.